افتحيش الباب. وليه وايه المشكله لما افتح الباب؟ استني بس اسمعي كلامي، ده في عصابات بتخبط على البيوت وبتخطف الامهات. ايه ده، انا بس المح الراجل الخطاف ده هطلع عينه وهمسك في زمارة مصاريمه. ماما بقول لك بلاش، ده راجل يا ماما. هو احنا برضو هنفتح للرجاله وبابا مش موجود؟ بقول لك ايه، مفيش راجل غير ابوكي. طب بصي يا ماما بصراحه كده يعني ومن غير لف ولا دوران، في ناس بتخبط على البيوت وبترمي جيتاتهم على الناس وتقول لهم الايه الايه يعني ان هم طالبين اوردرات اونلاين. الايه يعني؟ لا وفيها ايه، ما اللي عايز يطلب اونلاين يطلب، هو حرام ولا حرام يعني؟ ايوه صح، اصل انا بصراحه ماما كده طالبه طوق شعر بتنور في الضلمه وعليها عرض بنسة شعر هديه بتعمل موسيقى. ظلمة وقتي وهخليكي تنوري في الضلمه وتعملي موسيقى من كتر الشلاليل، تعالي لي.